وضمن المادية التضامنية دائما قررت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير وباء كورونا بمبلغ 3 ملايير درهم، وذلك بعد التعليمات الملكية بخلق صندوق خاص لتدبير الأزمة. كما ستقوم جامعة محمد السادس للبوليتكنيك التابعة للمجموعة بوضع مواردها الإلكترونية والمعرفية رهن إشارة تدبير الأزمة تعبيرا منها عن التضامن كذلك.